من طريق بابل وتحديدا من مدينة الإمام الحسين عليه السلام للزائرين الفريق الركن قيس خلف المحمداوي معاون رئيس أركان الجيش للعمليات. في هذه الحلقة نتحدث عن الملف الأمني. دعوني أرحب بضيفي، مرحبا بك سيادة الفريق وحياك الله. أهلا وسهلا. أهلا، عظم الله أجورك. شكرا لكم ولمجموعة قنوات كربلاء المقدسة في هذا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، يبارك فيك. سابقا إحنا كنا نقول قائل عمليات كربلاء، الآن حسب المعلومات اللي جتني أنتم اللجنة، فهذا الشرف أكيد. أنا أتحدث 5 سنوات والخطط تسير مو متشابهة، ولكن مع هذه الظروف الطارئة قد تكون خطة استثنائية هذا العام. ماذا توصف هذا العام تحديدا؟ شكرا جزيلا. حقيقة بالبدء نعزي العالم الإسلامي والأحرار بالعالم، نعم، والعراقيين بشكل خاص بهذا المصاب الجلل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لهذه الجموع وهذه الحشود ودعاها من أجل العراق. آمين يا رب العالمين. تختلف العناوين، تختلف المناصب، لكن الصفة المشرفة كل إحنا جنود للعراق ولهذه المسيرة لله الحمد. نعم. حقيقة هناك لجنة تشكلت بموجب أمر ديواني برئاسة السيد معالي وزير الداخلية، عضوية نائب قائد العمليات المشتركة فريق أول عبد الأمير الشمري، وعضويتي مع أستاذ عبد الرزاق، نعم، مسؤول عن الملف الخدمي. نعم. هذه اللجنة شكلت قبل أكثر من 2 شهر وبدأت أعمالها بوقت مبكر. الآن هي تتواجد ميدانيا في، نعم، حقيقة في كربلاء المقدسة، وهنالك تنسيق عالي على مستوى الأمني والخدمي وصولا إلى يوم 17 مثل ما تعرفون، والآن إحنا في ذروة الزيارة. طيب أنا أتحدث عن الملف، 5 سنوات أنت تدير هذا الملف أمنيا. نعم. وإذا دققنا بحقيقة أكثر، خدميا وأمنيا ولوجستيا، النقل معضلة الزيارة. سيادة الفريق أنا خلي أستثمر وجودك أولا، خلنا نحكي بشفافية عادي مو؟ نعم كل شيء. الزيارات المليونية الآن كربلاء هي واجهة العراق سياحيا، بالتالي على المعني الأمني الجهات الحكومية المحافظة وحتى رئاسة الوزراء وأيا من كان. أنا أقول هل العقدة هي بالخدمات، يعني أقصد النقل، أم العقدة بالمدينة بحد ذاتها؟ أين تكمن؟ حقيقة هذا الموضوع يعني، نعم، مهم جدا، ومع تعدد عناوينه واختلاف وجهة النظر به، لكن كل احنا نتفق على أنه هذه الظاهرة وهذه الحشود، نعم، وهذا الزحف المقدس ما موجود لا في مكان ولا في عنوان ولا تحت أي تسمية أو ظاهرة سواء ثقافية دينية سياحية. نعم. هذه الحشود المليونية اللي تقطع آلاف الكيلومترات سواء مشيا على الأقدام، طيب، أو بالعجلات مختلف، نعم، دول العالم، وتجتمع في وقت معين في أوقات معينة في كربلاء الحسين، صغيرة بمساحتها كبيرة بمعانيها وثورتها العظيمة، نعم، كبيرة برموزها ومقدساتها أكيد، وأيضا كبيرة الطرق حقيقة، وإن ضاقت كبيرة بعطاء الناس والمواطنين واستعدادهم النفسي حتى وخدام الإمام الحسين، وهذا العطاء حقيقة، العطاء والسخاء ما ممكن أن نوصفه، لكن علينا أن نكون صريحين أمام الله سبحانه وتعالى، أمام صاحب الزيارة الإمام الحسين وهذه الثورة العظيمة، وأمام زوارنا وشعبنا، لازلنا نفتقر إلى مشاريع علمية استراتيجية، نعم، لإدارة هكذا ملفات. حقيقة أكو جهد كبير خلال السنتين الفاتت، علينا ما نبخس العالم حقهم، جهد كبير من المحافظة من العتبات المقدسة، مشاريع طورت قسم من الشوارع، لكن أيضا للإنصاف هي مشاريع محلية ساعدت بتخفيف بعض العبء، لكن لازلنا نحتاج إلى مشاريع كبرى علمية من ذوي الاختصاص وأخذ المشورة ممن عملوا. الآن السيد وزير الداخلية عمل 5 سنوات، أنا عملت 5 سنوات، عندنا نائب المحافظ، المحافظ خبرة العتبات المقدسة مهم جدا. طيب. ورأيي حقيقة يفترض بعد الزيارة إن شاء الله تفض بخير وسلام، بعد 3 أو 4 أيام يفترض هنالك مؤتمر تحليلي وهذا مهم وتقييم للزيارة وناس مختصين من كل الاختصاصات، وعلينا أن نبدأ المشاريع والعمل يفترض من بعد 10 أيام وصولا، نعم، للعام القادم، لا أن تأتي زيارة وقبل أيامها والكل تستنفر الطاقات. وهذا المهم جدا، مهم جدا، وأكثر من مهم يكون مؤتمر تحليلي. حتما هنالك أسبقيات بالمشاريع، طيب، مرتبطة بالإمكانات، مرتبطة بالموافقات، لكن علينا أن نبدأ. وكل العالم أحيانا مشروع
يقسمه الى خمس اجزاء الان موجوده في السعوديه في مكه. الجزء الاول من فلان مشروع، السنه الثانيه يتطور قطار يصير ممرين، قطار يصير ثلاثه، سكه تفتد الى محافظه اخرى، مجسر قد يمتد، طريق قد يتوسع، لكن علينا ان نبدا من الان بموضوع مشاريع كبرى استراتيجيه الان حقيقه اقولها. لازلنا كل قطعاتنا، كل أبطاننا، كل المسؤولين عن الخدمات، كل المعنيين يقدمون، كل المواكب، الزوار يقدمون سخاء وعطاء ما له مثيل. طيب. وصاحب الزيارة يحميهم ودعائهم يحميهم، لكن علينا أن نتحسب لكل شيء. هذه الحشود المليونية اللي تمتلي الشوارع تستحق أكثر، تستحق حقيقة من الراحة والخدمات أفضل. طيب. نعم. أنا عندي سؤال، جولاتكم الاستطلاعية تنسيق مشترك مع كل الأطراف القوى العاملة أقصد، نعم، حشد، عتبات، الجهات الساندة، أنتم تشاهدون بالكاميرات هناك سيول مليونية تتجه من كل المداخل. هذا المشهد يعني حتى وإن كان تحليلي، ممكن شنو الحلول السريعة اللي تكون على أقل تقدير تبقى مستقبلية؟ كمثال، أنت كان لك مقترح سابق وكان جميل إلى الآن أثره، فتح الخط الطوارئ باتجاه المدينة القديمة، لكن فتح خط طوارئ للنقل وتوفير سريع إلى الآن ما شفنا. حقيقة الزيارة مثل الحقيقة الصفحات العسكرية بدون تشبيه، وأيضا مو بالصفحات، في ملاحم معينة هنالك مثل ومبادئ. نعم. الزيارة بها مبادئ ومعايير، إذا ردنا نفكر للبعيد اللي هي مهم جدا، نجنب عجلات النقل عن سير الزائرين، هذا مبدأ. كل ما كانت الطرق اللي خاصة بنقل العجلات المختلفة سواء مواطنين أو نقل أو خدمات، نعم، يفترض متوازي أو تكون قريبة مع الزائرين، أنا أعتبره هذا مبدأ مهم جدا. يسوي تقاطع، سوي تقاطع، طيب، سوي حوادث، يتداخل الزائر مع العجلات، العجلات قد يزيد عددها راح طول النقل أو سرعة النقل أو الكثافة المرورية احنا نسميها وقت التنقل راح يصير 10 أضعاف لأنكم مواطنين. طيب. زائدا نخسر جهد كبير من العجلات، المواطنين أيضا يصير مضايقة لهم. مبدأ آخر اللي هو ضروري جدا، كل ما اقتربنا من المدينة من كربلاء المقدسة وهذه الحشود كلها راح تتجمع في هالمكان، المغادرة والدخول سيرا على الأقدام أيضا يراد تنعزل، نتجنب الاختناقات، نتجنب الحوادث وانسيابية والسرعة. مبدأ آخر أنا أعتبره مهم، هي خيارات، عفوا على المقاطعة، خيارات الزائر كثيرة، هذا يريد يروح باتجاه بغداد، هذا يريد يروح باتجاه المحافظات الجنوبية، هذه اللي قاعد تسوي إرباك، يعني الحشود التي تؤدي مناسك الزيارة تغادر بطريقة عشوائية. حقيقة علينا أن نحترف، أكرر إحنا بأمانة أمام الله سبحانه وتعالى الإمام الحسين وزوارنا، الزائر لو لقى مرآب عجلات ومكتوب عليه ميسان بصرة، ميسان بصرة أو ذيقار ميسان بصرة أو كتبه واصل ديوانية السماوة وسنة سنتين ويعرف أنه يتوجه لهذا المرآب مال العجلات ومبلط مو تراب مثل ما الآن، بإنارة، بمجموعات صحية، بمسقفات موجود، هذا تصير ثقافة للزائر يعرف وين يروح. أولا راح نشتت الزائرين من يطلعون الساحة وعرفتها ورحت، هذه حقيقة أقولها زي. الساحة الآن تفيد بالنقل، نقصد ساحة السيد جودة حتى للتوضيح، نعم، هذه الساحة الآن، نعم، قد المشاهد الكريم اللي يسمعنا الآن يحتبره مبالغة، هاي تنقل منها تدخل وتخرج منها يوميا عشرات الألوف من العجلات فعلا. لكن حقيقة أقولها ما تليق بزائرنا، نحتاج أكبر، نحتاج أن تكون مبلطة، نحتاج بها إنارة، متى ما كان عندنا 3 إلى 4 مرآب عجلات كبير على محاور مختلفة بعناوين، نعم، محافظات، هذا بيش يفيد أستاذ أحمد؟ نعم، يفيدنا المحافظات المعنية من الدز إسناد بالأيام الأخيرة مع وكيل المحافظ مع مدير عام في وقت الذروة، في وقت الذروة يعرف وين يوصله زي. يخدم محافظته بالطريقة اللي يشوفها، زائدا راح نشتت خروج الزائرين بالدخول يكون افضل. اكرر هذه معايير مهمه، عندنا الان طريق بغداد مثلا اذا تسمح لي زي. بغداد الحرج بالزياره يمتد بعد الاسكندريه وصولا للمسيب وصولا الى ميم 54، علينا نفكر جديا من اللطيفيه الان اكو طريق يعبر على جسر الفاضليه
30 كيلو تبليط يغنينا عن كل تداخلات بغداد وصولا الى مجمع ابن الكليل، يمكن تعرفه. واضح هو طريق واضح. واضح هذا الطريق يراد لإدامه توسعه ونغير محور العجلات ذهابا وايابا من اللطيفه، يعني من اطراف بغداد وصولا الى كربلاء. طيب. نجي على الجنوبي، عندنا الخط استراتيجي موجود مهيئ بنسبه 70-60%. ترميم زادت توسعه، يكون ذهاب او اياب للنجف الاشرف والشوارع الحاليه. هذا مقيد لدى الوزارات الجهات المعنيه عندها علم؟ حقيقه احنا يفترض امام هذه الحشود، امام هذه الامانه الكبيره، اكبر من الروتين، اكبر من التخصيصات، اكبر من السياقات حتى من المبررات، اكبر من اي موضوع بيروقراطي والموافقات، احنا امام امانه، امام حمايه ملايين، غيرها هي امام رساله عظيمه للعراق والامام الحسين. الزائر الاجنبي من يجي حقيقه ينقل الصوره، الان صوره العطاء والسخاء والتضحيه، وصوره عجوز عمرها 80-90 تجي من البصره مشي. مواقف تتجلى، مواقف ما ممكن وصفها، علينا ان لا نضيعها، نجسدها بمشاريع عملاقه علميه، علينا ان نبدا. حقيقه صار 16-17 سنه نقول علينا ان نبدا، متى نبدا؟ بما يستحق الزائر، بما يستحق العراق، بما تستحق ثورة الحسين العظيمة. أحسنت. يمكن أنا أقول فقرة واحدة اليوم، إذا أريد نتناول جانب الأمن بهذا التطور، الآن شفنا كاميرات تم نصبها على المناطق الحدودية وتنقل صورة، أما جانب الأمن بالداخل هو كل العسكر يتحولون إلى فلاتر وقطوعات، وهذا يمكن يعقد المشهد نوعا ما. حقيقة الآن في ظل هذا التقصير اللي حكيته من عدم وجود طرق كبرى وساحات، نكون مضطرين 80% أكثر من قطاعاتنا تدخل لا إرادي، عقلها الباطني يوديها باتجاه التنظيم خدمة الزائر، لأنه مثل ما تعرف خطط الزيارة مترابطة. عقلها الباطن يعني هو شعوريا يشتغل، لازم تترتب. هذه الحقيقة موضوع التنظيم يقود إلى أمن، الأمن يقود إلى تنظيم. إحنا ما ممكن نهائيا نعزل الخطة الأمنية عن باقي الخطط. إذا ماكو كهرباء، إذا ماكو مي، إذا ماكو نقل، إذا ماكو بلديات، إذا ماكو تنظيف، حقيقة ينعكس على الأمن، والأمن أيضا ينعكس على إيجاد بيئة مناسبة بإقامة هكذا مشاريع. هي مترابطة جدا، مترابطة تماما. وحقيقة أقولها مع احترامي لكل آراء، اللي ما عايشها بتفاصيلها هذا الهول، حقيقة هذه الملحمة أكبر من أي وصف. أقول لك يعني حقيقة مرآة بعجلات تطلع منه 350 ألف عجلة ذهاب وإياب بيوم واحد، هذا الرقم حقيقة مو موجود في كل العالم بأي مناسبة وبأي عنوان. ذهول العالم وخشوعها وسلوكها الذي يتغير يساعد أمنيا؟ حقيقة هذه أمانة علينا نقولها وننصف شعبنا كثقافة، مو بس أمانة، سنة عن سنة تفهم الزائر الكريم لما انطرحه من توصيات، لما يقدم الأمن، لبعض الضوابط المتعلقة بأهمية السير على هذه الطرق وعدم السير بطرق أخرى في تزايد مستمر. طيب. وحقيقة صورة مشرقة تماما، وأنا أعتبرها مفتاح النجاح. طيب. في كل الزيارات سواء أمنيا وخدميا هي الثقافة العالية اللي يبدأ مواطننا وزائرنا الكريم، زائدا ترابط كل هذه الحلقات حقيقة أمام عشرات الخطط المترابطة، أمام جهد كبير جدا ليل مع نهار أكثر من 20 يوم، يلا هذه الصورة تطلع بهذا الوجه المشرق. احنا عندنا زيارات مليونية، لو زيارة مليونية، لا على مدار السنة زيارات مليونية حقيقة زيارة. وهذه الزيارات مستمرة، والناس اللي موجودين المعنيين عندهم من الأفكار الجميلة البناءة. طيب. الواقعية البسيطة زيارة. قياسا مع ما متطلبات هذه الزيارة، قياسا ما تستحقه الناس، قياسا إلى الصورة المشرقة للعراق وما نبتغيه، هي بسيطة مو كبيرة جدا، 3-4 طرق طولها 40-50 كيلو، يراد لنا 10-15 ساحه كبيره مبلطه بالبساطه، يعني 4-5 قواطع بها، يراد لنا مجسر مثل الان قنطره السلام، يراد مجسر ونفق هي والدعوم مثلا، تنهي لنا مشكله كبيره جدا. زين، حلم كربلاء ان يكون هناك قطار ينقل الزائر من كربلاء الى النجف، هذا حلم نتمنى لما يتحقق يراد لوقت طويل، والحلم الاخر انه ما يسمع اكو قطع للمدينه. الان نشوف انسيابيه، هل تم قطع المدينه ام تغيرت الخطه بعد هذه السنوات؟ حقيقه الان احنا بال 17/0 يعني الثلاث ايام الاخيره، والان كمعدل عام هي الان في ذروتها. طيب. يوم وغدا
وصولا ليوم 20/0 ليوم السبت زين. حقيقة في ذروتها. موضوع عدم القطع أفاد بعملية الخدمات والنقل بنسبة كبيرة جدا، لكن علينا أن نحترف هذا بها نوع من المجازفة المحسوبة، نوع مجازفة من أجل المواطن. وإن كان نبارك جهود الأبطال، داعش انتهى عسكريا، قدراته قلت، أكو جهود كبيرة من لجنة الأمنية الاستخبارية، لكن علينا أن نوفر الشوارع، الطرق الصحيحة والوسائل التكنولوجية الحديثة بمسائل الأمن والتصوير والتفتيش، خاطر تتكامل كل الخطط. لأن أنت مثل ما تعرف هذه الحشود أيضا أمانة بأعناق القادة والمسؤولين أمنيا أنه يحمون الزوار. طيب الملف اللي يكون تفويج الزائرين الأجانب والعرب ضمن الخطة، يتعاملون بتعامل خاص أم هناك الخطة للجميع دون استثناء؟ حقيقة هي وفق الخطوط العريضة ومفردات خطة، ما عندنا زائر أجنبي وعراقي ومحلي، ما عندنا جاي من بغداد أو من البصرة، أقصد بأفضليات بدخول بخروج. طيب. لكن أنا أحسب الحسبان اختبارات عراقية لما تملي أخلاق العراقي، هنالك خصوصية بإبداء المساعدة، بتقديم الخدمة، بالإرشاد، بموضوع نوع من الأفضلية لأي زائر جاي من خارج العراق، وهذه يبديها مواطننا وزائرنا بشكل ذاتي، وهي جزء من رسالة عظيمة سواء لثورة الإمام الحسين ومبادئها العظيمة، أو رسالة للعراقيين وما يحملوه من سخاء وعطاء وأخلاق كبيرة. أنت ذكرت لجنة تشكلت، أهم مهام هذه اللجنة هل تكتب وتدون وتوصي أم كيف تعمل؟ لا حقيقة أمانة اللجنة برئاسة سيد معالي وزير الداخلية تشكلت، أنا قلت منذ 3 أشهر، عقدت عشرات الاجتماعات مع المحافظات كلها سواء القريبة أو البعيدة، موضوع المنافذ وحقيقة الدخول ترتيبها بموضوع الفيزا والأعداد والنقل، موضوع تنسيق الخدمات مع الأمن، تهيئة المتطلبات، هذه مهمة جدا ما يتعلق بالقطاعات العسكرية والجهد الساند والخدمي. اللجنة بذلت جهد كبير، لديها صلاحيات كبيرة، ساعدت بالتنسيق بما موجود من خدمات وإسناد وقطاعات أمنية، لكن أيضا أرجع أقول هذه اللجنة يراد تشكل بوقت مبكر قبل سنة من ناس مختصين، يراد مشاريع عملاقة ولو نبدأ بها تدريجيا على مدار السنوات القادمة. هي فقط أمنية؟ نعم. فقط أمنية؟ لا أبدا، كل الخطط مترابطة، موضوع النقل مهم، الشوارع والطرق موضوع الآن نحترف هذه السنة بالذات هنالك أزمة مياه الشرب مثل ما تعرف، هنالك نوع من الإشكالات في الكهرباء. حقيقة من أقول خطط على مستوى كل الخدمات والأمن والنقل، هذه الملايين تحتاج طاقات كبيرة، تحتاج خدمات كبيرة، تحتاج مشاريع استراتيجية، استعداد عالي ودقيق مع بدائل حقيقة، مع دقة في عمل، مع حساب التوسعة. الآن الأعداد أنا أقول زيارة غير مسبوقة، ربما في سنين قادمة يكون الأعداد أكبر. وهذا الآن الشارع، الميديا، كل العالم حتى الزائر هو مستعد على أنه الزيارة هي مختلفة، بماذا تختلف؟ حقيقة أنت مثل ما تعرف السنتين 3 الفاتت موضوع الوباء COVID-19 هذه أثر، زيارات ما كانت بهذه الأعداد. الآن وبعد توقيع مذكرات تفاهم من الوزارات المعنية ذات الداخلية الخارجية مع المعنيين بموضوع وفود الزوار الأجانب، عقدت اتفاقيات كثيرة قبلها، هناك بالمثل، هناك موضوع تسهيل عملية الفيزا. أولاً الزائرين الأجانب هو الأعلى بتاريخ العراق، زاداً موضوع العراقيين شالت هاي القيود موضوع الوباء. وحقيقة أقولها ولله الحمد، العراق محتاج دعاء هذه الحشود. الآن نمر بظرف صعب، ظرف حساس، علينا أن نحترف، نحتاج الدعاء الصادق. هذه الحشود الطيبة، الملايين اللي جاية بقلب مؤمن تدعي العراق أن تحقق أثر على أقل تقدير. نعم، نحتاج أنه حقيقة دعاء للعراق أنه يتعافى بكافة الجوانب، وشعبنا الصابر المبتلى يستحق الأكثر والأكثر. جيد، احنا ذكرنا الملف والتحديات، يمكن الكهرباء وزيادة المواكب تحدثنا به قبل الحلقة بشكل خاص. نعم. لكن أقول كربلاء هسه تخلت هواي 30 تقريبا، بس لك إيجابيات، خلنا نحكي إحنا مو سلبيات، نحكي أشياء يجب أن لا تتكرر احتراما لهذه المسيرة، وبالتالي طريقة نقل الزائر بهذه العجلات وخصوصا عجلات النقل و
اللي تكون تابعة للوزارات وغيرها، هي أنت ذكرتها قلت مربكة. على مدى 5 سنوات دقيقة قريب من المواطن والزائر بثلاث أشياء نحتاجها ما عدا النقل، ماذا تحتاج كربلاء فيما يخص الأمن والملف الأمني في الطوق الثالث بالتحديد؟ بدأ نحتاج حقيقة شبكة من الطرق كبيرة، هذه مهمة جدا. نعم. نحتاج عدم الاعتماد الرئيسي على موضوع العجلات بالنقل. بكل العالم وسائل النقل تختلف، أكو قطار، أكو المترة، أكو القطار المعلق مثل ما تعرفون، أكو التلفريك، يراد وسائل حديثة متنوعة مع ثقافة الزائر وين اتجاهها. الاعتماد الكلي على العجلات مع هذه الحشود، حتى لو أكو طرق حقيقة تسوي إرباك، حتى لو عنده سيارة بعد ما يجي يقول أكو قطار أو أكو وسيلة، تصير ثقافة وصلة. نعم نعم، خاصة إذا الوقت مضبوط، تنقل معزول عن تنقل الزائرين، توقيتات دقيقة بسرعة مثل ما موجود بقطارات العالم. يعني زائر البصرة إذا ينقل ب3-4 ساعات، هذه ما ممكن حتى يعني حقيقة يعتمد على العجلات. هذا موضوع ثاني مهم جدا حقيقة. والموضوع الثالث، أنا أعتبر موضوع الهيئة العليا لموضوع تنظيم المواكب وموضوع ثقافة الزوار مع المواكب، بناء مجمعات حضارية، أنا أعتبرها مجمعات خدمية أمنية صحية، كل 10-15 كيلو تليق بزائرنا الكريم. الآن السخاء والعطاء من المواطن، لكن إيش قد حلو الآن لو على المحاور أكو كل 10 كيلومترات مجمع بوسيلة نقل جو الإسعاف بطبابة محترمة، أشبه بمدن الزائرين بالضبط، بدفاع مدني، بإرشاد، بتوعية وتثقيف لموضوع الزيارة، محطة استراحة، بمجموعات صحية كبيرة تليق بمواطننا الكريم. أنا أعتبر حقيقة هذه لو كل 10 كيلومترات أكو مجمع من هذا النوع، أعتقد راح تكون حقيقة فالطفرة نوعية على مستوى الزيارة. طيب، جانب مهم تحدثنا به وشكرا لشفافيتك بالحديث حقيقة، أتحدث عن موضوع التنسيق العالي. هناك متطوعين، هناك جهات ساندة، الحشد الشعبي له يعني ترابط كبير معاكم بالعمل. هذا الموضوع شلون يتم؟ تبقى القيادة هي قيادة كبيرة أم هناك توصيات وعمل يصير تنسيق بمسبق؟ جنابك تعرف موضوع القيادات الأمنية ما تتجزأ، وهذا العمل الكبير يميز كربلاء المقدسة، وأقولها إنصافا وعملت 5 سنوات. نعم. ما يميز كربلاء أنه هذه العمل بروح الفريق الواحد متوفرة تماما، هنالك نكران ذات، تعاون كبير، تنسيق بين كل القطاعات الأمنية سواء دفاع أو داخلية أو حشد، والمتطوعين لهم دور كبير جدا. عندنا شباب واعي من كل المحافظات يجي مع فرقة العباس أو الواعي الأكبر، وآلاف منهم الآن يقومون بالتفتيش، بالإرشاد، بالنظافة، بالتوعية. يعني الآن عندنا مو أقل من 10,000 متطوع شاب حقيقة، هذا العدد الآن متوزع على كل المحاور. للأمانة هذه السنة بالذات القطاعات هي الأكثر بتاريخ الزيارات، قطاعات كبيرة جدا اجت من الجيش حقيقة، ما يعادل أكثر من 3 فرق متنوعة، هنالك اختصاصات كبيرة على مستوى طيران الجيش، القوة الجوية، الدفاع الجوي، الكيمياء، الجهات الساندة، النقل، الجهات الساندة، كل الصنوف، من الداخلية أيضا أعداد كبيرة، من الحشد حقيقة على المحاور الخارجية، الحشد اللي موجود في هذه المدن، بالإضافة للمتطوعين. مفتاح النجاح هو العمل بروح الفريق الواحد، كل هذه القطاعات تنصهر تندمج تحت عنوان واحد، خدمة الإمام الحسين وزوار الكرام. جميل، عمل مبارك وشاهدناه حقيقة أثمر بأن نحافظ على سلامة الزائرين أولا. ويوم أمس كان حديث أحد الأخوة يقول هو أن يمر يوم واحد بهذه الأعداد هو نصر لهذه الخطة حقيقة. نتحدث عن لغة الأرقام، شاهدنا السيد رئيس أركان الجيش وكنتم برفقته على زيارات كبيرة على السور الخارجي والصحراء، هذا ملف آخر، كيف تتعاملون معه؟ حقيقة موضوع الأعداد والأرقام، أنا قلت لك موضوع زوار زاد العجلات هو الأكبر هذه السنة حقيقة، القطاعات الأمنية هي الأكثر، لكن عندنا تحدي أمني كبير اللي هو أطراف كربلاء، حدودها الحقيقة اللي ممتدة على 3 محافظات إلى حدود إقليمية. نعم. قطاعاتنا البطلة خلال هاي السنوات الأخيرة، الجديد بالموضوع هو انفتاحها أصلاً على الطرق الخارجية مع عمليات استباقية كبيرة، مع وجود منظومة فنية تطور سنة بعد سنة،
مجموعة الكاميرات الآن حقيقة طفرة نوعية لخدمة الزائر، زادا للأمن سواء من العتبات من المحافظة، جهود كبيرة. هذا العام دخلت الخدمة؟ نعم دخلت الخدمة، وصلت إلى النخيب، وصلت إلى حدود الأنبار، إلى جرف النصر، وصلت إلى بابل، والآن مثل ما تلاحظ غرف السيطرة من داخل كربلاء يقدر يوجه الآن يشوف كل المحاور ويشوف الخلل وين. حقيقة هذه طفرة نوعية على مستوى القيادة والسيطرة سواء للأمن أو الخدمات. هذا لقاء سابق كنا نتحدث به، أنت ذكرته في وقت قبل أكثر قبل أربع خمس سنوات كنا نفتقده، تكون غرفة نعم على أقل تقدير توجه الفلاتر، توجه القيادة، تكون فعلا قيادة توجه حتى مواردها تعمل. الآن معمول بهذا، أثمرت؟ أثمرت كثيرا على مستوى القيادة والسيطرة، على مستوى تشخيص الخلل، تحديد المسؤوليات، معرفة أين الخلل ومعالجته. مثل ما تعرف بالزيارة الوقت مهم، أي خلل يتفاقم على مستوى النقل، موضوع إخفاق أمني، موضوع تحويل طرق، توجيه معين لخدمة الزوار، رافد محور معين يحتاج سرعة قرار دقيق وإيصاله وتنفيذه بسرعة. هاي الغرف للقيادة والسيطرة مع منظومة كاميرات حقيقة ساعدت كثيرا بهذا الموضوع. احنا نقول الزيارات تخلص بيوم 21/0، هي حقيقة تخلص ب 21؟ لا حقيقة أنا وفق هذه الأعداد وأقولها إن شاء الله الأيام القادمة، مهم جدا من كل أبطالنا يستمرون بهذا العطاء، يستمرون بهذا الانتباه. دائما الأيام الأخيرة مهمة جدا على مستوى الأمن والنقل، نوصيهم يعني حقيقة موضوع المطاولة أيضا مبدأ مبادئ عمل القطاعات، عليهم أن يستثمروا قسم من القطاعات اللي ما اشتركت لحد الآن، يوازنون الجهد، نقول عليه 50% بالاستراحة 50% بالواجب. عندنا اليومين الأخيرة مهمة جدا جدا، مثل ما تعرف هاي الحشود معظمها راح تطلع بتوقيت معين، نحتاج موضوع حمايتهم، موضوع الحذر، موضوع النقل، موضوع الانتباه حقيقة، وكثرة موضوع العطاء والالتزام بالخطط. الخطط الآن حقيقة نقولها مرونة عالية جدا، تعديلها سهل. نعم. قيادة كربلاء، القيادات المعنية وضعت خطط ممتازة، لحد الآن ماكو قطع تحسب لهم حقيقة، والآن نجني ثمارها، لكن علينا أن نستمر بهذا العطاء. أمامنا ثلاث أيام مهمة جدا، وقد تمتد الزيارة إلى 21/22/0. الملفات كثيرة والوقت قد يداهم، أنتقل إلى فاصل ومن ثم نكمل الملف الثاني من هذه الحلقة. أحبتي المشاهدين، تحدثنا بهذه الشفافية العالية على أن تستمر هذه الزيارة بعطاء ووتيرة متصاعدة، على أقل التقادير هي تمثل الوجه الحقيقي لهذه المسيرة التي تحتاج إلى رعاية مستمرة، وهوية كل الناس اللي يحبون الإمام الحسين هو هذا الطريق، علينا أن نعتني به. فاصل ومن ثم نعود لكم لنكمل هذا الحوار. We'll be right back.
هذه عودة من جديد لكم أحبتي المشاهدين، ومرحبا بكم مرة أخرى، ونكمل لقاء الليلة مع الفريق الركن قيس خرف المحمداوي معاون رئيس أركان الجيش العراقي للعمليات، وهو ضمن اللجنة التي شكلت لإدارة زيارة ملف الأمن في كربلاء المقدسة وفي زيارة 40 في التحديد. ومن خلال هذه الحلقات الخاصة بملف الأمن نتحدث عن جهود كبيرة وجبارة حقيقة، ما نشاهده من أبناء الجيش، الشرطة، الحشد الشعبي، كل القوى العاملة في هذه المدينة وحتى القوى الضيفية، جهود المحافظة وجهود العتبات المقدسة، هذه جهود كبيرة وعظيمة عندما تتحدث عن تأمين الطريق لملايين الزائرين، عندما تنظم الطريق على مسافات تقطع مئات الكيلوات، وأنت تتجه في محاور متعددة من المنافذ الحدودية وصولا إلى كربلاء. هذه اللغة وهذه الأرقام هي لا يعمل بها إلا المتخصص، ونعود إلى المتخصص من جديد. شكرا جزيلا، مرحبا بك مرة أخرى سيادة الفريق. شكرا جزيلا، يمكن تفاعلنا بالحديث على أن نوصل رسالة مهمة جدا. نعم، ذكرت كلام جميل ولطيف، الأمن والخدمات هنا متلاصقة. نعم، ولا ممكن أنه يتقدم الأمن بدون تنظيم. العمل التنظيمي أنا ما أريد أخوض به كثيرا، أنت وضحته مشكور، لكن أقول 5 سنوات عملت في كربلاء وأسست الأشياء الاستراتيجية بقت نذكرها. نعم، شنو اللي ما سويته وقلت لو مسويه؟ حقيقة في ظروف صعبة افتخر بها، يعني صعوبتها تكمن كان التحديات الأمنية كبيرة، داعش على تقريبا مشارف كربلاء المقدسة من جهة الصحراء، نحترف كان انهيار أمني كبير والقدرات والإمكانات قليلة وأيضا القطاعات قليلة باعتبار الحشد الشعبي معظمه في بقواطع في سنوات الحرب بقواطع أخرى حقيقة، والقطاعات العسكرية كانت قليلة. هذا حقيقة قادنا إلى إيجاد بدائل، ولا زلت حقيقة أنا وكل الأبطال نفتخر بموضوع الخندق الشرقي المتميز اللي حقيقة حمى كربلاء، امتد من جرف النصر وصولا إلى المانع الطبيعي الرزازة، بعدها باتجاه عين التمر ثم صحراء النجف. أعتقد هذا إنجاز أمني كبير. هاي مهمة لابد منها؟ عوض النقص بالقطاعات حقيقة، منع التسلل نهائيا، يجود أي شخص القدوم من خلال السيطرات، منع أي عجلة من خلال الصحراء توصل، وفائدة كانت كبيرة جدا، غير تعويض النقص حقيقة لحماية كربلاء. جزء من الثمرة الكبيرة لهذا المشروع الآن ماكو قطاعات مثل ما تعرف. هذا مهم جدا لأن التسلل قليل. كنت أتمنى حقيقة موضوع الكاميرات والتقنية العالية وتغطية المحاور الآن بدأوا بها حقيقة، والحمد لله هاي ما كانت موجودة حقيقة، ماكو هاي الإمكانات. الآن بدأوا اكو جهد كبير محافظة من العتبات المقدسة من قطاعات الحشد، لكن نحتاج إلى أكثر حقيقة. هناك كاميرات مراقبة، نتطور كاميرات أمنية تتغذى بمعلومات بأشخاص بأرقام عجلات وحرارية تواكب الحداثة، الحداث ليلية نهارية، إدارتها مهمة موضوع القيادة والسيطرة. هذا الجهد الكبير أحيانا من يشتت الإدارة مال جاية، هذه مهمة جدا تكمل، وإن شاء الله جهود الخيرين يكملوه. وكنت أتمنى حقيقة ولا زلت لهذا اليوم ما صارت، موضوع الخدمات يكون أفضل بما يستحق زائرنا الكريم، خاصة على مستوى الساحات أنا أعتبرها أسبقية أولى، زائد بعض النقاط الحرجة تحتاج مجسرات، إن شاء الله تكمل. استراتيجيا اللي تمنيتها تحقق الخندق والأخ. نعم، الكاميرات الآن تحققت الحمد لله، والثالث موضوع هذا موضوع الطرق والساحات لحد الآن ما صارت حقيقة. مداخل المدينة التوسعة أخذت مساحة، لكن هاي يعني على الصعيد المحلي تنفع، لكن بالمستقبل ترى كربلاء تعج بهذه الأعداد؟ لا حقيقة، أنا أكرر لازلنا بحاجة ماسة ملحة مهمة لمشاريع مدروسة استراتيجية كبيرة على محاور كربلاء المقدسة باتجاه كل المحافظات، وحتما هنالك أسبقيات معينة المختصين يعرفوها، اللي اشتغلوا هنا يعرفوها، تشكل لجنة هيئة عليا لدراسة الزيارات والشروح حسب الأسبقيات. الإشاعة هي آفة
وربما اليوم الميديا يسيطر، مجرد تصور تليفونك مقطع بسيط قد يخلق فوضى كبيرة. نعم. هذا في الحسبان. نعم، لكن إذا تلاحظ ثقافة زائرنا الكريم، زائد قطاعاتنا الأمنية سنة عن سنة، موضوع جديد على الناس، التصديق أو التعليق باتجاهه أو التعاطي معه أو ردود الأفعال قد تكون كانت سلبية أو غير مدروسة، بدون تمحيص، بدون تدقيق الوقت، التاريخ، المكان، تبعات هذه غالبا. أنا أعتقد مواطننا الكريم وصل إلى مراحل متقدمة، الوعي هذا مهم جدا، لكن هو جزء حقيقة جزء مهم من وسائل العدو، من المتربصين ما يردون الخير بالبلد، اللي هذه الحشود ومسيرها الكبير، والحشود اللي تجي صوب كربلاء المقدسة قد بطريقة أو أخرى ما تريح الجميع هي. نعم، بالصدق ما تريح الجميع، ما تليق، أو قد تكون حقيقة هاي الرسالة العظيمة تغير بعض، وأقولها بعض قليل، لكن علينا أن نحترف هي مناسبة للعراق كله بدون استثناء. أبدا. الآن يشارك بيها من كل العراق، المرور من كل الموصل، الأنبار، من ديالة، من الكل، زوار الآن، مواكب من كل العراق، هاي الطبابة، الجهات الساندة، حتى العاملين، خاطر يعرف العالم الزيارة حقيقة لا تختص فئة ولا بدين ولا بقومية ولا شريحة، هذه ثورة الإمام الحسين، ثورة الأحرار، هذه ثورة للإنسانية، والعالم حقيقة يتفاخر بها، بمبادئها، بمآثرها الكبيرة، لكن حتى لو هاي الأعداد موجودة بثقافة وبوعي مواطننا الكريم، زائرنا، قطاعاتنا الأمنية، إن شاء الله ما تأثر. طيب، موضوع ملف إدارة الزيارات المليونية، قبل الفاصل ذكرنا أنه كربلاء هي ما تعيش زيارة الأربعين فقط. نعم. مناسبات متعددة، احنا بالبارت الأول حكينا بدون تفصيل. نعم. وأنا ما أريد أن آخذ من وقتك وجهدك حقيقة، لكن على أقل تقدير الأشياء اللي دائما يرددها الزائر والمواطن يسأل، أنه الخطط الأمنية المتشابهة، أنا دائما أذكرها، احنا نقول إذا قطعنا هو سبب الزخم وحفاظ على أرواح الناس أم هناك ضرورة أمنية؟ حقيقة جنابك أعرف في كربلاء المقدسة هذه السنوات وكثير من زوارنا، لكن قد تغيب عن الباقين. نعم. أكو توقيتات معينة، حتى لو ما نقطع هو يقطع. إيه. مداخل كربلاء لمسافة 4-5 كيلو أكثر، حتى لو ما نقطع هو ما يسمح بمرور عجلة نهائيا. شوارع تكتظ تماما بملايين الحشود، طريق أحسن ما يكفي بعد، ذروتها العجلة نهائيا غير مفيدة، فهذا القطع يصير قطع ذاتي بدون أمر. أما القطعات بأوامر، الآن أشوف هذه السنة حقيقة هي الأفضل لحد الآن، ممتازة، ماكو قطعات، النقل من داخل المدينة جيدة يعني. جيدة، لكن أمامنا يومين ثلاثة يراد لنا جهد كبير، وأنا عبر قنواتكم المباركة وجهودها الكبير، الله يسلمك، بكل كوادرها الناشد كل المحافظات، وهنالك حقيقة أمر وتوصية سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي أو المؤسسات، انه هاليومين الاخيره يفترض اكو جهد للعجلات كبير جدا بامره مسؤول معين، عندنا 18 يوم غد 19-20، موضوع النقل مهم جدا، اخراج الزائرين مهم، مهم جدا. نعم. الحقيقه زوار الاجانب الان اي عجله تغادر باتجاه المنافذ تحتاج وقت نهار كامل، راح نخسر هذا الجهد. اكو الان خطط وصارت مستجدات الساعات الاخيره للسيد رئيس اللجنه معالي وزير الداخليه بمناوره بعض الجهد في اماكن معينه، ان شاء الله اليوم يوصل. أبطاننا بالقطوعات بالأماكن حقيقة وحدة من مهامهم تسهيل وصول العجلات بأسرع ما يمكن، سواء من بغداد أو مابل أو النجف. نعم. لكن تبقى أمامك، أقول هذا أمانة، تبقى تحدي موضوع النقل قائم، خاصة بذروة الخروج. طيب، مرة سألتك سؤال أنا وياك بجولة. نعم. قلت لك أكو يوم لابد أنه تغادر كربلاء، ما راح، شو راح تسوي؟ نعم. قلت لي أنا أبقى أنصحه. الآن أنت منذ ذاك الزمن وأنت تشرف على الخطة، شعوريا حقيقة مع اعتزاز الكبير طول خدمة، مو مسألة مناصب يعني، أبدا، بطول 40 سنة خدمت حقيقة، الحمد لله، الله يطيب عمرك، الحمد لله، من 82 الآن 22، هذه الخدمة الطويلة المشرفة حقيقة لهذه المهنة وهذه الوظيفة، الدفاع عن العراق، عن العراقيين، وعشق لهذه المهنة، تبقى الخصوصية حقيقة، والرزق الأكبر من رب العالمين هو وجودي بين هذه الحشود بخدمتهم بالتعب اللي ما يوصف حقيقة، من تقدم لهذه الملايين الله سبحانه وتعالى يعطيك الأكثر، لذلك أنا الله رزقني أيضا أنه شكلت لجنة وكنت عضو بيها،
الفرصة اجتنا صار لي تقريبا 5-6 أيام، راح ابقى نهاية الزيارة 10 أيام، وجيت بعنوان نعم من اللجنة لكن ساند لأخوتي، نقدم المشورة نعاونهم وين تكون، وموجودة قادة حقيقة من الحشد الشعبي، قادة متمكنين عندهم أساس كبير، عندهم أفكار حلوة، لكن جينا نساند ونعاون إن شاء الله. وتبقى الخبرة أكبر يقول صاحب الدار إن شاء الله تكون أكيد لمساتك كانت جميلة وحقيقة مؤثرة، علاقتك الطيبة مع الجميع لها دور، سيادة الفريق الله يسلمك مو مجاملة حقيقة. الله يبارك فيك. لكن خلينا ننتقل إلى ملف آخر، التأمين والصحراء ذكرناه، يبقى موضوع المدينة وطوقها، أنتم تتحدث عن ملايين الزائرين، الموضوع الاستخباري يعمل بشكل مطلوب وحساس، هذا الموضوع يمكن ملفت للنظر نوعا ما، لكن نشوف اكو جهود جبارة حقيقة يقدمها بدءا من الاستخبارات العسكرية وايضا الجهات الى اثر ممكن يحقق ارتياح لكم كأنتم لجنة وتراقبون. الحقيقة موضوع الزيارة يراد لها عمل مبكر ما يقل عن 3 أشهر. طيب. من قبل 10 محرم، تعرف انت دخول محرم. نعم. موضوع العمل وفق توقيتات معينة واسبقيات مهم جدا. المدينة القديمة باعتبارها هي المركز وتكتظ بالزوار دائما. نعم. بها عمل مسبق كبير جدا قد يكون غير مرئي للزوار وللناس بشكل عام. طيب. بدءا من تدقيق الفنادق، الامن السياحي، موضوع التفتيش، الجهد الهندسي، تدقيق العجلات الداخلة حقيقة اللي موجودة. نعم. موضوع البوابات والتفتيش، موضوع تفتيش العنصر النسوي. طيب. اكو جهد كبير جدا. علينا ان نحترف القلق الاكبر حتما في هاي المنطقه اللي تكتظ تماما بالزوار، عندنا قطاعات اختصاصيه حقيقه ما نحتاج ان شاء الله الا الخير، مفتاح الامن في هذا المكان، اسمح لي اقول هذا الايمان الكبير والخشوع من الزائر يقطع مئات الكيلومترات من يوصل امام قبه الامام الحسين والامام العباس عليهم السلام. نعم. انا اعتبر المفتاح الاكبر والامن الاكبر عندما يندمج وينصهر حقيقه ويقدم عطائه ويتفهم العمل الأمني. جميل. حقيقة أقولها أكو عمل كبير قد يكون غير داخل المدينة. هذه المتابعة لها دور أكيد. أتحدث عن أعداد الجيش الذي يشتركون بهذه الخطة، كم أرسلت وزارة الدفاع أو رئاسة الأركان الأعداد إلى هذه الخطة؟ حقيقة هالسنة الرؤية أنا مو نقابيا لأنه قطاعات أمنية، هذه السنة الرؤية وبالذات من اللجنة والأمر الديواني اللي شكلت كانت بها تحديث تجديد رؤية ثانية. نعم. اولا فتحت مقرات مسيطره برتب متقدمه في المحافظات المجاوره، يعني مثلا ان بابل عليها قائد فرقه التدخل السريع هو مسؤول عن بابل. طيب. وكل القطاعات تحت هذا المقر، والان موضوع النقل والامن والخدمه مقر مسيطر. نعم. صار له تعزيز كبير للقطاعات، عندنا قائد الفرقه التاسعه هو القائد وفرقته كامله، جابوا وقت مبكر عليه المحور الشمالي. عندنا في النجف قائد شرطه الاتحاد فريق صالح. نعم. علي النجف والقطاعات ومقر مسيطر. القطاعات السيارات الجيش مثل ما تعرفون الان الحمد لله موضوع القواطع آمن بتوزيعه بانفتاحه بمسؤولياته باعداده زيارة. هو الافضل في تاريخ الزيارات، وبدينا نجني ثماره حتى على مستوى قطاعاتنا ما صابها الانهاك التعب، الان تعمل ب 50%. وهذا مهم. والان اذا تصير جولات تلاحظ كل 100 متر اكو عقده، هذا نوع جديد بمقترح صار. طيب. علينا ان لا نعمل بعجلات منفرده او اشخاص، اذا هذه بموضوع المسؤوليه تختلف، صار العمل بنظام العقد والعقده مكتفيه بعدد من المراتب والعجلات والامكانات والمرور يقودها ضابط، على كل المحاور اكو عقد، لذلك اكو تغيير امني على مستوى الاداء، على مستوى الانفتاح، وحتى على مستوى تحديد المسؤوليات. قبل من شنو قاعد بالمكان، انا كل ساعه اعيدك لهذا المربع. نعم. لان تبيك تحبه. الحمد لله. شنو تتعصب هواي الان انت تدير الملف بدون تعصب؟ لا لا ابدا ما كنت اتعصب حقيقه، اسمح لي اقول هي بوقتها قد ما انحكت، هذا القلق مشروع. جيد. هو هذا القلق المشروع. القلق المشروع هو جزء من حرص. نعم. اولادك بالميدان عليهم مهمه كبيره، اخواننا سواء على المستوى الامني او الخدمي مسؤولين عن ملايين. طيب. عن حشود مليونيه، فعلينا انه موضوع الاداء يستمر، الحرص يستمر، موضوع التعب ننساه نهائيا، النوم،
لذلك هو مو تعصب باتجاه التقليل. لا مو قضية شخصية أبداً. أبداً أبداً. هذا طيب حقيقة حرص مشروع ويتطلب قائدنا آمرنا بكل المستويات لكل حاجة حديث. هذا نكرمه وهذا نوبخ حشا وهذا نحاسبه بطريقة القانونية، لكن بالنتيجة هم يبذلون جهد أكبر من أي تصور. استثنائي. نعم. الخطة طارئة تعتبرها لو هي خطة فعلية تسير مثل ما مخطط لها؟ لا، هو ما يميز الخطط بكل العالم اكو يعني فد عنوان يقول على الخطط ان تكون مرنه. طيب. المقصود المرونه بالخطط هي قابله للتعديل، غير معقده، سهل نحول من الى، سواء على مستوى المسؤوليه او المكان او نوع القطع العسكريه. جميل. الخطط مرنه حقيقه، اكو تحديث هذه السنه، قلت لك موضوع العقد، عدد القطعات، موضوع القطوعات قليله جدا، موضوع النقل، لكن نحتاج اكثر. مع تحدي الزيارة وأعدادها الكبيرة نحتاج تعديل بالخطط بشكل مستمر بما يلام التحديات. طيب، كل الملفات مهمة وحساسة خصوصا بالأمن، وأنت تتحدث عن أعداد كبيرة حسب المعطيات اللي موجودة، ماذا تتوقع يصل رقم الزيارة المليونية؟ حقيقة الآن صار سنتين أكو كاميرات دقيقة تعد العجلات والأشخاص، لن نسبق الأهداف، عندنا يومين، لكن انا اجزم توقع اجزم هي الاكبر في تاريخ الزيارات. هذا الرقم مو وصلت احيانا 16 17 اكثر، انا اقول لك هاي الزياره هي نقول اكثر من 15 مليون. انا ما اقدر احدد رقم، تدري بعد عندنا يومين ما تعرف، لكن هي الاكبر ويقابلها هي الاسهل بعمليه النقل. اكو ثقافه جديده لابد ان اشير لها، اللي هي سواء من الزوار الاجانب او العراقيين، موضوع اداء الزياره والعوده بدون البقاء حقيقة راقية جدا. هذه مهمة. ثقافة، أولا التقليل من موضوع الزخم الكبير، تقليل من المخاطر، سماح لآخرين، زائدا حقيقة موضوع النقل. وأكو موضوع كبير جدا، كربلاء المقدسة تحمل أعباء على مستوى الخدمات فوق التصور، يعني موضوع المي خارج عن طاقتها أبدا، مئات الأضعاف، موضوع الكهرباء والمي والبلدية وموضوع الصحة وأنه تدير هذه الحشود. فموضوع ثقافة الذهاب المغادرة العفو بوقت بعد مبكر. أداء الزيارة الآن بدينا نلمسها، وحقيقة هذه أنا أعتبرها ثقافة جديدة ومهمة جدا على كل مستويات. جيد. المدينة ما تتحمل 15 مليون و16 مليون، وذكرت ملف الكهرباء. ملف الكهرباء من يقول أنت تستثني كربلاء، يعني هاي ما ضايفين هذا من خطتكم أنتم كلجنة؟ لا حقيقة هي لجنة أمنية خدمية، وأني عبر شاشتكم الكريمة أقول أكو استثناء، أكو زيادة كبيرة، لكن من بس مو اختصاصك، بس أنا أخذ رأيك. لا أنا متأكد لأن عندي مطلع. نعم. لكن الحاجة أكبر، حاجة أكبر مو استثناء، إلى إقامة مشاريع بوقت مبكر وفي مختلف الأماكن، وما يوصل الكربلة يفترض أكثر. لكن بالمناسبة علينا أن نقول زائرنا ومواكبنا بحاجة إلى موضوع ترشيد الاستهلاك. تدري الموكب ايش قد يحتاج؟ يحتاج موضوع ياخذ جهد وموضوع التبريد بهذا الجو الحار، موضوع ما يتعلق بالطعام، العجانات، موضوع المراوح حقيقه، قسم من الاماكن تحتاج معامل تلف، افران الى افران معينه، تحتاج كهرباء كبيره، وتخيل كل موكب بالاف، لذلك اكو استهلاك كبير. علينا ايضا نوعي زائرنا الكريم بموضوع الترشيد الاستهلاك، واقول يراد لنا مشاريع عملاقه ترجع لنفس المشاريع استراتيجيه بما تحتاج كهرباء. خططنا الى كربلاء ونحتاج الكثير. الامن هو المرحله الكبرى التي يؤمن بها الطريق وايضا حتى تولد اطمئنان. اكو شيء جميل بالزائر، يمكن تساندني بالراي، تشوفه على الرغم من هذه المسافه الطويله، صاغر صابر وياتي خاضع دون ان تحدث مشاكل بمراكز الشرطه والباقي المفاصل الامنيه، هم تصير دعوات ومشاجرات لو تشوف هذا حدث نوعي. لا احنا علينا نحترف من الحالات الفرديه اللي تصير مع هذه الحشود، هي مساله طبيعيه. يعني موضوع السلوك، موضوع الحاله النفسيه، تفاعل قد يكون مسائل بسيطه، لكن انت قيسها مع عشرات الملايين. طيب. هي حالات بسيطه جدا وعاده ما تنتهي ايضا باجراءات بسيطه. وجزء منها حقيقة أقول هذه هم أمانة، جزء من إجراءات الشرطة والمفاصل الأمنية هي لخدمة الزائرين الآخرين من عبث، من حشاكم إذا أكو سيء، من موضوع معين قد ما يليق بالزيارة، لذلك هو جزء وفق الأعداد الكبيرة هي لا تذكر، قليلة جداً
وحقيقه ارجع واقول ثقافه زائرنا عطاءه سنه عن سنه يختلف. موضوع الامن في الحسين موضوع متطور يتم اشراكهم ضمن هذه اللجان او هناك تنسيق مسبق؟ حقيقه اكو دور كبير جدا للعتبات المقدسه، اولا على مستوى الاسناد هذا مهم جدا، على مستوى الدعم بمسائل فنيه. كانت العتبه الحسينيه والعباسيه حتى؟ العتبتين اكو جهد كبير جدا بكل المستويات، حتى على مستوى احيانا تقديم الطعام لعشرات الالوف من هالقطاعات الامنيه قسم من عندها. موضوع المشاريع الكبرى الان مثل ما تلاحظها مقبلين على مشروع كبير تله زينبيه حقيقه وما يتعلق به صحن العقيده. نعم هذا الصحن حقيقه اذا كمل ان شاء الله يكمل، دشوف صار له كم سنه. هذا موضوع كلش مهم، المشاريع الكبرى داخل مركز المدينه. نعم. ذات اسبقيه عاليه جدا، خاطر تستوعب اعداد كبيره، تمنع الاختناق، زائرنا الكريم اللي يقطع مئات الكيلومترات من يريد يرتاح قليلا، يؤدي الطقوس، يصلي، حقيقه اكو توسع كبير، لكن هي الحاجه مستمره، التحديات اكبر، والزياره ان شاء الله سنه بعد سنه هي اكثر، لذلك يراد لها ديمومه، تجديد، تحديث لكل شيء. خليني اسالك سؤال بس. نعم. هاي اخر شيء. براحتك. الجهات العليا والقيادات بكل ضمير شلون تنظر للزياره؟ حقيقه انا اقولها مع احترامي لكل الجهود، اعتبر اللي ما عايش هاي الطقوس بتفاصيلها. تفاصيلها يعني ينزل بالشارع وبالمحور، يعني في ساحه من ساحات الاركاب اذا يوقف ساعه يشوف الهول، يقدر يقيم اذا هاي مساله المسير مئات الكيلومترات اللي ما شايف تفاصيلها صعب تنقلها. انا الان ايش قد اوصف الزياره لاي شخص، ما ممكن اوصلها مثل ما انا شفتها وعشتها بتفاصيلها الصغيره. لذلك اقول لجنه عليا من المختصين ذات صلاحيه عاليه تحلل وتقدم الرؤيه الدقيقه، خاطر نطلع بمشاريع بافكار حقيقه تستحق الزياره. ما تراهم انا وياك ما جاوبتني. زين خليني اعطيك رسالتك الاخيره. نعم. ماذا تحب ان تقول للشباب وخصوصا نحن مقبلين على وضع يحتاج نصيحه وارشاد من كل الجهات المؤثره؟ حقيقه بدءا من زارنا الكريم واصحاب المواكب. نعم. شكر من الاعماق مو جديده، عطاء فوق كل تصور. حقيقه خدمه كبيره يقدموها، يبذلون جهد كبير، اكو عشق حسيني، اكو ايمان كبير، هذا دائما يكون يتوج بكل ما تحمله ثوره الامام الحسين. نعم. من ماثر ومن عناوين كبيره، هذه مهمه جدا. زائدا قطاعاتنا الامنيه حقيقه احنا الان في فتره الحصاد، اسمح لي اسميها زرع طبعا. ممتاز، عندنا يومين ثلاثه قادمه ما يبين عليهم التعب، عندنا مفتاح مهم اللي هو احترام الزائر شلون ما يكون. نعم. لمستها الان كل زين الان سنوات الاخيره، الشرطي الجندي المنتسب بدا يتحمل هذا العطاء الكبير اللي قدمه، لا يضيع بمفرده بقله صبر حقيقه، خلي يعتبرها خدمه، خدمه وعطاء كبير، ويوقف 16 17 ساعه وايام ما ينام، عليه ان يتحمل زائرنا الكريم ويستحق الكثير. لذلك لزائرنا لقطاعاتنا نقول لهم الايام القادمه مهمه على مستوى الامن والخدمات والنقل، علينا ان نتكاتف بنفس العطاء وصولا الى بر الامان اللي هو عوده هذه الحشود المليونيه المباركه سواء الى بلدانهم او الى مساكنهم بامان، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يستجيب لدعائهم من اجل العراق الغالي وشعبه الصابر المبتلى. طيب انا اسال سؤال اخير واغادر هذه الحلقه، يمكن باقي لي دقيقه ونص، يقول المخرج دقيقه بقت لنا، ممكن تذكر اسماء عملوا باخلاص معك في الخمس سنوات الاخيره؟ حقيقه الاسماء كثيره، لكن كل من عمل في كربلاء المقدسه تاكد انه عطاء كبير. اعطيني اسم. بالتفاوت، حتى لو بالتفاوت بالعطاء، اللي خدموا اعداد كبيره ما اقدر، لانه عندي الاف الشرطه، الشرطي قدم عطاء كبير ما ينوصل. زين. قاده مع منتسبين مع خدمات مع دوائر حقيقه عطاها اكبر من كل تصور، لذلك احييهم جميعا وعملهم كبير، هذا التفاوت موجود. نعم. بالعطاء بالتحمل حقيقه بالصبر، لكن كلهم خدمتهم كبيره. حضورك جميل كان. الله يسلمك. وبصمات واضحه وحقيقه حتى جزء من الاعلاميين كبيرا يتذكر الفريق قيس، وهذه نعمه يجب ان تشكر، اشكرها دائما. شكرا جزيلا. شكرا لك مره اخرى سياده الفريق، معاون رئيس اركان الجيش للعمليات الفريق الركن قيس. وايضا الشكر موصول لكم احبتي المشاهدين لمتابعه هذه الحلقه، واقول اخيرا مثل كل يوم.
ان كربلاء هي كربلاء وكفى، لن ولم يتكرر في هذا العالم هذا العطاء الحسيني. باسم الحسين كل شيء تخلد، باسم الحسين كل شيء صار حاضرا ومتواصل، باسم الحسين كل العقد وكل هذه التحديات تكون متلاشية وتنتهي بسريعة وتنتهي سريعا. بس الصوت استاذ مصطفى. وايضا انا اقول يعني اكررها دائما ان كربلاء هي هوية كل محب، كل حر، كل من ينتمي الى هذا الفكر، فكر الامام الحسين الذي جاء الى الجميع دون استثناء. هذه مسيرة لا تنقطع، انها الاربعين. وننتقل بكم احبتي المشاهدين الى مدينة سيد الاوصياء، فالى هناك الى ان نلتقيكم في حلقة مقبلة ان شاء الله. استودعكم في امان الله وحفظه.